أنا الأستاذ محمد نجم أمين العام لمجلس أعلى الصحافة. مساء الخير يا محمد بيه. مساء الخير طبعا. أهلا بيك. هل يا فندم تم تحديد موعد للبدء في إعادة صياغة المواد اللي عليها اعتراض في الدستور والخاصة بالصحافة والصحفيين؟ هو في الحقيقة إحنا في مجلس الأعلى للصحافة عندنا لجنة شكلناها من حوالي أسبوعين، بس لجنة تشريعات. أيوه. بتضم الأمانة العامة ورؤساء اللجان اللي في المجلس. الاربعه عندنا اربع لجان في المجلس: لجنه الصحافه، لجنه الشؤون الماليه، ولجنه القيم، ولجنه الشكاوى. هذه اللجنه مهمتها اعداد مسوده لمشروعات القوانين المنتظره، زي قانون المجلس الوطني للاعلام، زي قانون الهيئه الوطنيه لاداره الاعلام. ده مع اننا متحفظين على موارد بشان الصحافه والدستور. المواد اللي جت في الدستور احنا ما زلنا متحفظين عليها، ومع ذلك برضو بنحاول نعد مشروعات جديده. والنهارده الزميل الاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين طلب من رئيس المجلس انه يتعنى شويه في اصدار اي تشريعات خاصه بالصحافه، ورئيس المجلس وعده ان لابد ان التشريعات تاتي من الجماعه الصحفيه نفسها. وان شاء الله عندنا اجتماع للمجلس يوم الاحد، النقيب هيحلف اليمين ليكون عضو في المجلس، وسوف ينضم الى لجنه التشريعات بالمجلس، وسوف ينسق المجلس مع النقابه في هذا المجال. نعم، شكرا الاستاذ محمد نجم الامين العام للمجلس الاعلى للصحافه.